السلام عليكم يا حبايب ماما سناء، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. بمناسبة عيد الأضحى أنا طالعة أتكلم مع أولادي وبناتي اللي هم عيضح، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير وبالسعادة. بتالي أما السنة دي محدش هيضح كتير زي والله يا ولدي، ربنا يدملها بالستر ويوسع يا رب على الناس ويوفق الناس. وبصوا يا غالي يا جماعه، زي ما انتم عارفين، وبصوا يا حبايبي، احنا اللي حمل نفس اكتر من طاقتي. اوعي تحملي نفسك يا ولدي انت ولا بنتي اكتر من طاقتك. والله ايدك مبلوله ومقدرك ربنا يا ولدي، ما تزنقكش بعدين وتتعبك بعدين انت وجوزك وبيتك. ضحي، ما ريدلكش ربنا يا ولدي، والظروف اللي احنا فيه ربنا يعيننا ويعين الناس. مش هتقدر تضحي، مش مقدور عليك يا نور عين. فاحنا عاوزين نسأل بعضينا، نشوف نجيب ذبايح السنة دي نجيبها منين. انهي سوق البهايم مرباية، الخرفان مرباية فين؟ في مطارح نظيفة واكلة علف نظيف، مش واكله مرعي من اللي يلفوا في الشوارع، يرعوا في الشوارع وياكلوا فضلات في الشارع عشان لحمتهم. يا حبايبي اقول لكم، ماما سناء تقول لكم لحمتهم هتبقى فيها طعم المرار. انا اعرف ناس يا امي بتربي في بيوتها وبتروح تبيع في السوق. انا عاوزه واحد حد يكون من اللي مربيين في البيت، زي ما كنا نربوا الخرفان يا احمد ونبيعوه. بالظبط، عاوزين زيك دي يا غالي. اللي يعرف بقى مكان كده سوق ناس بتربي في بيوتها وبتروح تبيع في السوق ده، يقول لنا برضو، يفيدنا في التعليق. في تاجر حلو وبهايمه هتبقى نظيفه واكله رع نظيف، تبقى طعمها جرب. الناس بتعرف برضو الحاجه اللي بتبقى واكله اكل نظيف والحاجه اللي بتبقى تبقى حد مجرب الشارع. حد يجيب منه يكتب الماما سناء في التعليقات ويقول لي. يعني ماما السند على الكد ان شاء الله من غير تقطيع يا حبايبي، اقول قل من نادر ووف كل حي، والسند على الظروف هنقول قل قد النادر ووفي. والله يا امي هم اللي بيربوا في البيوت بياكلوهم عيش وعلف نظيف وبرسيم. مربيين يا احمد، مش عيرعوا في الشوارع يا نور. بالظبط كده، هي بهايم بيربوا فوق السطح وبتبقى الشمس حلوه. هنروح نجيبهم السوق يا حبايبي، عايزقوا الميه البهايم ميه بملح، هيوكلوهم بودره بلاط، هيغشوا. يعني ماما سناء عدت ايامها كلها كانت تتربى على سطح بيتي. السنة دي ماما سناء ما ربتش من سعر العلف والتكاليف والغنم والطيور وكله، ومربيين فوق الحبايب بط وفراخ وخوته ما، وشقة ابراهيم وش السعادة وش الرضا عليا، ربنا يملاها له بركة ويتم له على خير ويبيض ليلته ويجعل منها الدرية الصالحة ويصلح حالها وحاله. كانت شقة ابراهيم ما كانش مشطبه، كنت اربي فيه بط وفراخ وخرفان وكل حاجه. ده الشقه دي يا امي شافت الخير كله، شافت الخير طبعا، ده مش شقه ابراهيم، ده شافت السعاده، شافت السعاده عشان ابراهيم سعيد. يا ابراهيم طيب، ابراهيم طيب يا غالي. ابراهيم اللي كان عيضحك مع اخواته وحريم اخواته، عامله هيهزر معاهم كانه اخت من اخواته. يا حبايب هم اولادي اتحرموا من الاخوات البنات، ربنا كرمهم بحريم اخواته، اي واحد منهم مرت اخوه اخته. ربيتي ايه بقى انت في الشقه دي يا امي؟ انا ربيت الخير كله يا حبيبي. كانت بتقول لنا يا جماعه ليه مربيه؟ ربيت الخير كله. كنت انا وابوه نروح بني سويف يا احمد نجيبه بالعربيه. عربيه ايه يا امي؟ عربيه الخرفان والمعيز. اشمعنى يا ماما من بني سويف؟ لحمه بلدي، احنا يا صعايده نحب اللحمه البلدي يا صفاء. طبعا يا ماما لا يعلى على اللحم البلدي. او ويجي يا احمد اربي عدن فيه فوق، كنت اجيب كيلو العيش يا احمد الثلاثه بجنيه، كانت الناس تجيبهولي شوالات شوالات قدام البيت.
وكان المرحوم ابوه يجيب بالعربيه برسيم نرموها على السطح وتنشف ونعبوا في الشكاير، يا نعبوا في الشكاير ونخلوه ليه للصيف. في الصيف تكب في الطوالة البرسيم الناشف يا احمد كانه هتوكل العالم. في الصيف ما فيهوش برسيم، ما فيش برسيم، فيه دروه والبرسيم هيدي اكتر. اي البرسيم هيدي اكتر. والله يا احمد كنا نطلعه خرفان. الناس قاعده لنهدى ما يقولوا لمحمد انت ولد محمد عوض، الخرفان شعل تبوك كان الله هو. يعني مو مش ما كنتش بتاكليها بطاطا زمان؟ وكنت اجيب، لا ما انا راح احكي يا صفاء، بعدين راح احكي يا صفاء، واجيب البطاطا تجيني عربيه الكار دي خمس ست شكاير واخرطها اخديها صفاء على جرمه اللحمه واقطعها. ايوه ماما ما احنا عايزين برضو نعرف حبايبنا. واملاك وانا شقت ابراهيم دي، فاكره الثلاجه احمد اللي كانت معايا الكريازي كنت حطاها فوق شايله الرفوف بتاعتي. وعبي كياس كياس وكل كيس بيوم. وحياة ربنا يا احمد اديك دوبت اللحم. صفاء ما حضرتش الايام دي. اني يا حبايبي شفتوا هتاكل البطاطا، البطاطا اللي هي بطاطا. بطاطا المعسلة. اللي معسلة. حتة اللي هي شعلة الخروف كانك هتاكل ملبن. يعني الناس كانت تحجزهم من اول ما نجيبوه. عارفين الحاجه اللي ما كنتش اشتري لحمه من بره خالص. النهارده الجمعه يقول لي ايه فريزرك عامله، اقول له فريزي فريزر اللي عاوز لحم. نطلع انا وهو الله يرحم ويجعل متواه الجنه نذبح الخروف يا احمد ونكيسه وناكل، يخلص نذبحه التاني، اول ما يخلص نروح بايعين البيعه نبيع وناكله ونصر وناكله منهم، ناكله بمكسبنا ونروح نجيب. وكانت امك شديده يا احمد والله العظيم، كان تحت البهايم نظافه ولا كان شقه. دي بيه يا حبايبي، دي بالتوفيق، التوفيق الراجل والمراه والثقه في الراجل والمراه والمحبه. انا اقول لاولادي واقول لبناتي الثقه عيملة البيت خير وعيملة البيت رضا وعيملة البيت سعادة. وانا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بالخير ويديكم الخير. وماما سناء كل شوية هتحكي لكم على ايه؟ ايام زمان. على ايام زمان يا حبايبي. ما تنسوش برضو حبايبي تقولوا لنا على مكان يكون بيتباع فيه الغنم اللي هي بتبقى واكله اكل دي. وماما سناء يا بناتي انتوا واولادي، انا ما جيت مصر كنت بانيه فرن بناي، كنت اخبز العيش الشمسي هنا العيش الرغيف كده. كنت لما اروح الصعيد يقولوا انت عملتي ايه رايحه مصر تخبزي كله ونامي، اقول انا ما ولفتش على النوم. والله يا بناتي كان يطلع على الشغل والله ما يهون علي وما يبقاش وراي حاجه، من هون عليا طلعه وانا نام. اقول هو طالع يجري على اكل عيشه وانا اقعد امش في البيت. وحيت بنات البيت انا كنت جايبه طرمبه يا حبايبي زي الطرمبات العاديه دي. دي التفاصيل دي احكيها ايوه احكيها لكم في فيديو تاني يا حبايب، واقول لكم انا عملت ايه وكفحت ايه يا مسكري. كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة وانتوا راضيين وكل سنة وانتوا سعداء ويعود علينا وعليكم الأيام بالخير وبالرضا يا حبايب.